بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند الأيقونة الثانية، الآن سوف نمر إلى تصميم الأيقونة الثالثة. نذهب إلى محرر الأكواد، ثم نذهب إلى وثيقة الاشتمال، ثم نقوم بإنشاء ديف. هذه المرة سوف يكون له كلاس رين، يعني ممطر. ثم نغلق ديف، ثم بعد ذلك هنا نضع كومنت ريني، ثم نغلقه، ثم نستدعي الكلاس ريني، ثم نفتح براكيت جيد، ثم بعد ذلك ننسخ هذا، ثم هنا نضع افتر، ثم بعد ذلك هنا يا before جيد. ثم نبدأ بوضع الستايل على كلاس ريني. تقريبا سوف تكون نفس الخصائص التي وضعناها هنا في كلودي، فقط بعض التغييرات بسيطة. أول شيء سوف تكون لنا باك جراوند كولور، سوف تكون لنا هنا كانت السحابة بالأبيض، سوف هنا تكون بلون الرمادي هكذا. ثم بوردر ريدوس دائما دائري، يعني 50% ليكون على شكل دائري. هنا الهايت سوف يكون مثلا 50 بكسل، ثم الويز 50 بكسل، ثم بعد ذلك هنا بوزيشن ابسوليوت. نرى النتيجة الآن هكذا كما تلاحظون. ثم بعد ذلك سوف يكون لدينا هنا ليفت، نضع 0، ثم بطن سوف يكون لدينا 0 كذلك. ثم نذهب إلى inspect element بهذه الطريقة، ثم نذهب إلى هذا العنصر، ثم نعدل على الليفت وطب. سوف نقوم بوضع القيمة حتى نصل إلى ما هو مطلوب وكذا، حتى نصل إلى هنا. هكذا جيد، ثم طب. ثم ننسخ هذه القيم ونضعها هنا. نعمل تاب هكذا، ثم سيف، ثم بعد ذلك نضيف هنا بوكس شادو كما قمنا بوضع هنا. ننسخ هذا كله خسارة الوقت، ثم نضعه هنا هكذا، ثم نعدل عليه اللون، سوف يكون سي 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 كما في الأعلى، سي 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 سي. جيد، تقريبا نفس الإحداثيات ونفس الخصائص. نعمل ريفريش كما تلاحظون، هذا هو الشكل الذي أعطانا. بعد ذلك نعود ضبط مكانه هنا هكذا حتى يصبح في الوسط، ونذهب من هنا، ثم ننسخ هذه الخصائص التي وضعنا هنا في كلودي، فقط هنا ننسخ هذه فقط، ثم
أنا أتذكر هذه ثلاثمائة وثلاثة وسبعون، هذه سوف نضعها هنا هكذا، وهذه سوف نديرها ثلاثمائة وثلاثة وسبعون، ثم نعمل ريفريش. جيد، كما تلاحظون نفس المستوى كما تلاحظون. بعد ذلك نذهب إلى هنا افتر، ثم نقوم بوضع باك جراوند كولر، باك جراوند ثم 0 0 0 لون أسود، ثم بوردر ريديوس سوف يكون كده 50% هكذا، ثم هنا الكونتنت سيكون نقطتان، ثم الهايت 15 بكسل، ثم الويث 120 بكسل عفوا، هنا سوف يكون الضغط، ثم نعمل هكذا ريفريش لم يظهر بعد، ثم سوف يكون لدينا هنا بوزيشن ابسوليوت ابسوليوت، نرى الان سوف يظهر جيد ظهرت، ثم نضع لها ليفت 0 ثم توب بوتوم عفوا كذلك 0، ثم نذهب الى اسبكت اليمون او نقوم بنسخ نفس الخصائص التي وضعناها هنا، مثلا كلاودي هنا كان لدينا هذه القيم نضعها هنا كذلك، ثم نعمل ريفريش جي، ثم ننسخ نفس الاوباسيتي التي وضعنا هنا كما كان هنا، اوباسيتي هي 0.02 عفوا، ننسخها ثم نضعها هنا، نعمل ريفريش جيد هنا كذلك، ننسخ ترانسفورم سكيل نضعها كذلك هنا، ثم نعمل ريفريش جيد. بعد ذلك سوف نمر الى بيفور، بيفور هنا سوف تكون نقاط الخاصة بالمطر، اول شيء سوف يكون لنا كونتنت نقطتان فقط، بعد ذلك الباك جراوند كولر سوف تكون لدينا سي 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 جيد، ثم بوردر ريديوس كذلك 50%، ثم الهايت 6 بكسل والويث 3 بكسل، ثم هنا سوف يكون لدينا نعمل أول ريفريش لنرى، ديسبلاي بلوك كما تلاحظون هي ظهرت عفوا، نعمل شملي ديسبلاي كما تلاحظون هي نقطة المطر ظهرت هنا كما تلاحظون جيد، سوف نعمل لها اوباسيتي سوف تكون 0.3 كما تلاحظون اصبحت شفافية هنا كما تلاحظون، بعد ذلك سوف نعمل لها ترانسفورم ترانسفورم هنا سوف يكون هنا سكي، ثم سوف نضع النقطة 9 0.9 نرى النتيجة جيد جدا. الآن سوف نذهب إلى الأنيميشن، نعمل هنا يا كنترول واحد ليعود كل شيء في مكان، ثم نقوم بعمل أنيميشن، أول شيء سوف نبدأ بالريني
نقوم بعمل فيندر بريفكس الخاصة بالويب كيت هكذا. ثم كي فريمز ريم، ثم نفتح البراكيت، ثم نبدأ من 50%، ثم نفتح البراكيت نكتب هنا transform نقطتين، ثم translate y، نعمل هنا قوسين، ثم نكتب ناقص 20 بكسل، ثم نذهب إلى class ريني، ثم نستدعي الحركة هناك مع صلاحي هنا كذلك ويب كيت، ثم انيميشن، ثم هنايا اسم الحركة ريني، ثم 5 ثواني تيم الفاكشن از ان اوت، ثم انفينيت يعني تعمل لوب يعني لا نهاية 1 ثواني. انا الان كما تلاحظون بدأت بالحركة، ثم ننتقل إلى الأنيميشن الثانية الخاصة بالشادو بالظل، نعمل كذلك هذه العلامة، ثم فيندر بريفكسز وكيتش كي فريمز، نكتب هنا يا ريني شادو يعني اسم الحركة، نفتح البراكيت ثم نكتب 50% كذلك براكيت translate transform عفوا transform نقطتان translate y translate y نفتح أقواس، ثم نكتب قيمة 20 بكسل، ثم scale هنايا 1، ثم opacity شفافية سوف تكون لدينا 0.05 أو نضع نقطة 0.5 هكذا، ثم نستدعي أنيميشن في شادو كما تلاحظون هنا، سوف نستدعيها هنا في أفتر هنا الخاص بالشادو، ثم نكتب هنا الفندر هو ويب كاش أنيميشن أنيميشن هكذا، ثم اسم الحركة هي رين شادو هاي صعدت، ثم 5 ثواني، ثم is in out، ثم infinite، ثم 1 ثواني، نعمل refresh كما تلاحظون الظل كذلك اشتغل، بقي لدينا فقط حركة المطر، سوف نذهب إلى الأسفل ثم نكتب هنا مرة أخرى هذه العلامة، ثم ويب كيت كي فريمز اسم الأنيميشن هو ريني راين يعني مطر، حاول أن تكون التسمية لها علاقة بما نعمل ليكون هناك سهولة كبيرة في التعامل مع الكود، بعد ذلك نضع 0%، هذه المرة بدأنا من 0%، ثم نفتح براكيت ثم نكتب هنا بوكس شادو، ثم هنايا نضع RGBA color، ثم 0 0 0 opacity كذلك 0، ثم هنايا بوزيشن سوف يكون 30 بكسل 30 بكسل، ثم نضع هنايا فاصلة، ليس فاصلة مقطعة فاصلة عادية، ثم نقوم بنسخ هذا RGBA، ثم نضيف ذلك أسفل هكذا، ثم تاب نضع مرة أخرى ونعدل هذه إلى 40 أربعون. هذه القيم قمت مع أن قمت بعملية التشفيق أولا فقط أصبحت أتذكرها، ثم ذلك نضع فاصلة أخرى، ثم بعد ذلك هذه المرة سوف نضع مرة أخرى لون أسود لكن هذه المرة بالهكس، ثم نضع 50 بكسل ثم 75 بكسل،
ثم بعدك فاصلة منقوطة عفوا، ثم نفس الشيء الهيكس، ثم 55 بكسل، ثم هنايا 50 بكسل، ثم بعد ذلك مرة أخرى 00، ثم 70 بكسل، ثم 100 بكسل، ثم فاصلة مرة أخرى، ثم مرة أخرى نفس الشيء، وهكذا هكذا 85 بكسل، 95 بكسل، ثم هنا مرة أخرى 100، 110، 45 بكسل، ثم كذلك 90 بكسل، 35 بكسل، ثم هنا فاصلة منقوطة لأن نهاية الإليمون. ثم بعد ذلك نضع هنايا 25%، هكذا 25%، ثم نفتح براكيت، ننسخ كل هذا هنا، ثم نضعه هنا في الأسفل في 25%، عفوا ننسخ حتى بالشادو، ثم نضعه هنا، ثم هذه القيم نقوم بنسخها كذلك. سوف نعكس هذه المرة، سوف نضعها في أسفل الكوب، هنا 25 هنا بالضبط هكذا. القيم سوف نقوم عليها كذلك بالتعديل هنا، سوف هذه المرة سوف تكون قيمة. هذا هو الجزء الأصعب في الدرس، سهلة شوية. ثم هنا 45، ملاحظة وأكرر أن هذه القيم أتذكرها لأنني حفاظا على الوقت، لو أعدت كذلك من جديد سوف يكون يأخذ وقت طويل جدا. 40 وهنا 60، ثم الثالثة سوف تكون فيها 50، 90، 50، 90 هنا، ثم الرابعة 55، 55، 65 هنا، 77 هنا، 120 ثم هنا 120 كذلك، ثم هنا 80، ثم بعد ذلك هنا 110، هنا 75، ثم هنا 90، وهنا 40، 60، ثم ننسخ هذا كله، ثم ننزل الأسفل مرة أخرى ونعدل هنا إلى 26%، ثم بوكس شادو سوف نعدل على القيم هنا 30، 45، 40، 60، 50، 90، 55، 65، هنا 00، هنا 70، وهنا سوف تكون 40، هنا 80، وهنا 20، هنا 70، 110، هنا 90، وهنا 60. بعد ذلك سوف نمر إلى قيمة 50%، ثم نقوم بتعديل القيم، هنا 30 وهنا 70، ثم هنا 40 وهنا 80، وهنا سوف تبقى لدينا RGB واحدة، سوف نضعها هنا 80، نضعها أسفل هذه هكذا، ثم نقوم بتعديل القيمة عليها، هنا 50 وهنا 100، ثم القيمة التي أسفلها 55، 80 هكذا، ثم بعد ذلك 70، 60، ثم
ثم بعد ذلك 80 45. ثم بعد ذلك 110. من هنا 95. ثم نضيف خمسة أخرى. 90 85. فصلة 90 85. ثم نقوم بنسخ الكود مرة أخرى هكذا. ثم نضعه هنا ونغير القيمة إلى 51%. ثم نقوم بتعديل التالي 73 74 80. هنا سوف تصبح هنا 45. ثم 55 80 70 60 80 45 110 95 90 85. ثم نقوم بنسخ القيمة مرة أخرى هكذا. ثم نأخذ هنا نعدل إلى هنا إلى 75%. ثم نغير هنا 30 95. ثم 40 100. ثم هنا هنا خيمة أخرى سوف تصبح هنا هنا بالضبط. سوف نضع 560. ثم ارجي بكل 55 95. ثم هنا 70. هنا 80. جيد. هنا 80. هنا 70. ثم نحذف هذه القيم هكذا وننسخ هذه الخاصة بالـ RGBA. ثم نضع هنا هنا فاصلة منقوطة. سوف تكون هنا 110. وهنا 120. ثم هنا 90. وهنا 110. ثم ننسخ مرة أخرى هذا كله. ثم نقفز بقيمة واحدة. هنا سوف تصبح 76. 76 سوف تكون لدينا القيمة الأولى 30 95 40 100 65 55 35. هنا تعديل. ثم هنا 70. هنا 80. هنا 80. هنا 70. هنا 110. هنا 100. هنا 25. هنا 90. هنا 15. جيد. بعد ذلك نقفز إلى آخر قيمة. ثم نضع هنا 100%. ثم عند البوك شادو سوف نعيد هذه الأولى هكذا. ثم نلصقها هنا. ثم نعدل هنا 30. وهنا 120. هنا 40. هنا 120. هنا 50. هنا 75. هنا 55. هنا 50. هنا 70. هنا 100. هنا 80. هنا 95. هنا 110. هنا 45. هنا 90. وهنا 35. بقي الآن فقط استدعاء الأنيميشن. هنا في بيفور نضع هنا فندر بريفكسز ويب كيج. ثم أنيميشن نقطتان. نكتب اسم الأنيميشن هي رين. ثم نضع 0.7 سكون. ثم هنا انفينيت. ثم هنا تيم الفانكشن سوف تكون لينير يعني خط على شكل خط. السرعة لا تتغير. ثم نعمل هنا ريفريش. كما تلاحظون هذه هي النتيجة. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس. نلتقي في الجزء الأخير الذي سوف نقوم فيه بتصميم آخر قيم أيقونة سوف تكون خاصة بتساقط الثلج. دمتم بود وإلى اللقاء.